ب 4 اكس ب 125 6 اكس ب 130 جنيه 125 125 دي 125 130 لحد 6 اكس ب 125 25 جنيه 6 اكس ب 105 130 جنيه برضه هيبقى لكم ب 75 لكل متابعين القناه دي برضه هتبقى ب 110 هتبقى ب 100 جنيه 110 لحد 4 اكس ل 105 لحد 3 اكس ب 115 120 لحد 3 اكس 140 120 جنيه 120 30 مثلا 105 بس ب 110 175 120 جنيه لحد 3 اكس خروج ب 135 125 110 ل 3 اكس 5 لحد 3 اكس 65 جنيه 65 جنيه 65 جنيه 65 جنيه تبقى ب 65 جنيه 100 جنيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده عند مكتب حلال فيديو جديد عرض جديد لشتوي 2022 كمان معانا اقوى العروض باسعار مش هتسمعوه في اي مكان تاني. المكتب هيديكوا جمله وقطعي سعر واحد يعني اللي ياخد دسته زي اللي ياخد قطعه والشحن كمان من اول قطعه. التليجرام هتلاقوا عليه شغل كتير اكتر من اللي عرضته النهارده ومعانا كمان عرض حلو جدا جدا على عبايات استقبال كرداسه هناك بنص ثمنها هتلاقوها العبايات الصيفي عامل عليها عرض جامد جدا جدا ومعانا كمان عبايات برش معانا عبايات خروج سويد معانا شغل عالي جدا جدا ومعانا كمان لانجري وكمان لبس اطفال كل حاجه هتشوفوها معانا النهارده في الفيديو اسعار وخامات ومقاسات العنوان متصور في اخر الفيديو لينك التليجرام اول تعليق بس قبل ما ابدا لايك وشير لكل حبايبكم ونبدا الجوله على بركه الله. هنبدا بيه معانا بصوا حاجه زي كده بترفع لنا بس ايدك عشان تبان شكلها الشيكه دي عامله كام دي 125 جنيه 125 جنيه قطيفه زبده مقاسات لحد كام؟ مقاسات لحد 4 اكس لحد 4 اكس ب 125 حلو قوي 6 اكس و7 اكس و8 اكس 130 جنيه يعني 6 و7 و8 130 130 يعني دي في منها لحد 8 اكس وعامله 125 دي انما المقاس الخاص 135 فرق 5 جنيه يعني تمام والخاص اللي هو من اول 7 و8 يا جماعه ايه الشياكه دي؟ 125 برضه ايه الشياكه دي؟ الخاص ده 130 جنيه المقاس الخاص بتاعها ده هيبقى ب 130 جنيه تمام هاكلنا كده بس عشان اضاءه الشمس بص الشياكه دي ده المقاس الخاص 6 اكس ب 130 جنيه والمقاس العادي ب 125 تمام تسلم ايدك بصوا حاجه زي دي برضو الشياكه دي سعرها كام دي طيب 125 جنيه 125 الشياكه دي ب 125 جنيه مقاسات لحد 3 اكس ولا ايه منها الشكل يعني اه في مقاسات لحد 4 اكس لحد 4 اكس طب العين اللي معاك على ما يفتح دي عامله كام اعدلها لنا من تحت بس تبان العين عامله كام دي الكف ده 125 لحد كام اكس لحد 6 اكس تمام دي قلنا عامله كام 125 دي 125 مقاس كبير صح 125 ده شكل تاني تمام دي مقاس خاص 6 اكس عامله 135 130 130 لحد 6 اكس المقاسات الخاصه تمام عندي دي برده ب 125 بصوا دي شياكه قوي دي هتبقى ب 125 جنيه برده حلوه قوي دي قوي كل مقاساتها وكل الوانها برده لحد 3 اكس تمام 125 عايز اقول لكم العبايه دي جديده قوي السنه دي عامله كام دي برده العبايه الفرعوني 125 جنيه هنا موحد لكم سعر العبايات القطيفه كلها 125 لحد 3 اكس والمقاسات الخاصه 130 صح كده؟ الروزه في سعر خاص للجمله تمام هياخد دسته نص دسته سعر خاص ليه هيبقى له اسعار ثانيه يعني من اول 6 قطع من اول 6 طب واللي هيشكل يعلي 6 قطع ياخد له اسعار خاصه برضه تمام شكل 6 قطع نص دسته دسته له اسعار خاصه خالص تمام حلو قوي الشحن من اول قطعه؟ من اول قطعه تمام 105 دي ب 105 جيب 105 مقاسها مرتاح قوي يعني لبس 3 اكس دي تلبس 3 اكس لبس 3 اكس كل مقاسها وكلها سعر واحد كل سعر واحد يعني دي لحد 5 اكس ب 105 دي لحد 5 اكس ب 105 سكرينات بقى تمام ايه الشياكه دي شكلها حلو قوي قوي 130 جنيه دي هتبقى ب 130 جنيه دي المقاسات العاديه صح كده 75 جنيه بس كل منزلها ب 80 يا علي 75 جنيه بس البولر النهارده البولر النهارده هيبقى لكم ب 75 لكل متابعين القناه الوانها كلها متاحه 75 8 الوان تسلم ايدك بص كده 110 بس دي برده هتبقى ب 110 دي ورا وقدام وب 110 تسلم ايدك دي قطيفه حفر ليزر يا جماعه دي حفر ليزر عشان اللون بس تمام كل مقاساتها موجوده تمام تسلم ايدك عندنا الاسكرين بجنيه السكرينه بجنيه تمام عامله كام دي 100 جنيه بس دي هتبقى ب 100 جنيه لحد كام اكس طيب في منها ايجار اربع اشكال في موجود منها ايجار اربع اشكال ب 100 جنيه حلوه جدا دي تسلم ايدك كده استقبال عامله كام دي لا عامله 110 دي هتبقى ب 110 الشياكه دي مقاسات دي ولا ايه لحد كام اكس دي تجي لنا بس افضل لك كده تجي لنا كده بصوا دي لحد 4 اكس عامله 110
110 لحد 4 اكس. الوانات موجوده منها صح؟ الوانها كلها موجوده. حاجه زي كده برضو حلوه قوي، دي خروج رياضي ترجع لنا سنه لورا بقى. امتى الشيكه دي عامله كام دي برضو؟ 120 جنيه. دي هتبقى ب 120 جنيه، ده مقاسات خاصة. مقاسات خاصة. ده برش يا جماعة تمشي درس معاكي كمان خروج على فكرة. تمام. دي هتبقى ب 120 جنيه مقاسات خاصة، تسلم ايدك. عطيفة زي كده. عطيفة زي كده، بص الشيكة دي. 105 بس. دي هتبقى ب 105. مقاسات ولا مقاس واحد؟ لا مقاسات. مقاسات وعاملة 105. 105. حلوة جدا دي برضه 105. العطيفة بتاعتها تحفة. تسلم ايدك 105. همزي. عنده برضه حاجة زي كده. همزي. بص شغل الابليكه بقى وحلو قوي ده، كم كمان بومبيه مختلف قوي قوي. تسلم ايدك. دي بكام؟ 115. مقاسات لحد كام؟ مقاسات لحد 3 اكس. دي لحد 3 اكس ب 115. حلو قوي، تسلم ايدك. الابليكه اللي عليها تحفه قوي. 120 جنيه بس. دي لحد 3 اكس. لحد 3 اكس. ده جيل قطيفه الكوري. قطيفه الكوري. قطيفه الكوري. ايه الشياكه دي؟ العطيفه الكوري دي لحد 3 اكس بكام؟ 3 اكس ب 120 جنيه. من 120 لحد 3 اكس الشيكه. شغل عرايس. شغل عرايس قوي، وده قطيفه كوري حفر. شيك جدا جدا، تسلم ايدك يا علي. الموديل ده اول مره اشوفه. حاجه زي كده برضو حلو قوي دي برضو. عامله كام دي؟ 140 جنيه. 140 لحد كام اكس؟ لحد 3 اكس. لحد 3 اكس ب 140 جنيه. الواننا كلها متاحه. ده الشغل اللي هو السيناوي، وكان طالع برضو في استقبال كرداسه الصيفي. حلو قوي، تسلم ايدك. بصوا ده برضه حاجه شموه كده، حاجه مسلطه لحد 2 اكس يا جماعه. دي الخمس سويد اللي هي الشموه السويد، تحفه دي. خروج خلاص يا علي، دي خروج حلوه قوي. عامله كام دي؟ طب ثبتها لنا عامله كام؟ 75 جنيه. اه دي الحاجات دي خروج يا جماعه عاليه. 175 لحد 2 اكس. لحد 2 اكس منها 8 الوان. 8 الوان متاحه. 8 الوان. دي حاجه فيما زي كده برضه. دي لحد كام اكس دي؟ 3 اكس. لحد 3 اكس. دي 3 اكس. يعني. حلو قوي. لحد 3 اكس عامله كام؟ لحد 3 اكس عامله 160 جنيه. 160 لحد 3 اكس، بس ده شغل لوكسياب بقى. تمام. دي بقى عندي المقاس الخاص. بص طيب خاص. المقاس الخاص. حاجه ما شاء الله تبارك الله. ده 5 اكس يا جماعه، مقاس خاص. الحته برضه شغل لوكسيات يا جماعه. لوكسيات كله. الخامه تحفه تحفه. حلو قوي. دي ب 180 جنيه بيك سايز. تمام، تسلم ايدك. اللي معانا دي ايه؟ كرداسه برضو يا جماعه، شغل كرداسه. الشياكه دي عامله كام دي؟ 120 جنيه. دي 120 لحد كام اكس؟ لحد 1 سايز. دي 1 سايز؟ تلبيس زي 2 اكس. تلبيس زي دبل اكس. تمام، اعدلها لنا من فوق كده. قلنا ب 100 وكام؟ 120 جنيه. 120 جنيه لحد 2 اكس، تسلم ايدك، حلو قوي. خد الاسكالين يا ابله، 120 جنيه بس. دي برضو ب 120، مقاس لحد كام يا علي؟ مقاس لحد 3 اكس. لحد 3 اكس ب 120. عايز اقول لك شويه موديلات تحفه. بجد والله حلو قوي. ب 120 جنيه الخامه ليزر تحفه. 120 لحد 3 اكس يا جماعه، تسلم ايدك. 120 جنيه. ايه الشياكه دي؟ حلو قوي دي. 100 كام دي؟ دي ب 135. 135 لحد 3 اكس برضو؟ لحد 3 اكس ب 135. بس عايز اقول لكم الشغل اللي فيها حلو قوي. بص القم من هنا ومن هنا كمان، والشغل علينا من تحت كمان، شكله تحفه. تسلم ايدك، حلو قوي. تمام. اه الكوري دي بقى مقاسات ولا مقاس واحد؟ عشان السنه اللي فاتت كانت مقاسها صغير بس. لحد كام اكس؟ دي لحد 4 اكس بكام؟ 130 جنيه. 130 لحد 4 اكس. ده شغل ابليكه من هنا. عايز اقول لكم القطيفه الكوري دي تحفه، حلوه قوي. انت ما شاء الله. تمام، تسلم ايدك. بصوا حاجات زي كده، الناس اللي بتسالني على العبايات، شغل العبايات والمقاسات الخاصه موجود هنا. ده شغل مغربي، ده القطان والكابتشو من ورا الرفيع، ده شغل مغربي كله. حلو قوي قوي. بصوا بسم الله ما شاء الله تحفه. عامله كام دي برضه؟ اربع اشكال. اربع اشكال. وبسعرها كام؟ 130. مقاس لحد كام؟ مقاس لحد 4 اكس. لحد 4 اكس ب 130. انا بركز لكم على المقاس كمان. شغل اللوكس. بتتصل على عربيات اللوكس. لحد 3 اكس برضه يا جماعه. شغل اللوكس. 150 جنيه بس. بصوا ارجع لنا سنه لورا يا علي. 150 جنيه. بصوا دي هتبقى ب 150 جنيه لحد 3 اكس. تبارك الله. ده تطريز كل ده. كلها. بصوا حلو قوي قوي، الخامات عجباني جدا جدا. يعني في حاجات طابطين جوه وبره قصيفه، وفي حاجات بره بس، واللي بره بس تقيل قوي برده، يعني مش حاجه خفيفه. شغل زي كده. ترجع لنا سنه، ترجع لنا سنه لورا. الشياكه دي القطيفه دي ب 105. بصوا شغل كابتشو 105 بس. تسلم ايدك. مقاسات ولا مقاس واحد؟ ربيع. موديلات الربيع طبعا كل الناس عارفاها. الربيع طبعا. تسلم ايدك. تمام. 150 جنيه بس. 150. اللي معاك بكام دي؟ دي ب 105 بقى. تعال لنا كده يا علي سنه.
بصوا دي هتبقى ب 105 برضو اللي ورا دي ب 105. جملات الربيع. الربيع عامله كام؟ 150 جنيه بس. بصوا مرجع لنا سنه الورق عليه عشان العبايه كلها تظهر. بصوا الربيع ب 150 هنا لحد كام اكس؟ 150 جنيه بس لحد 3 اكس. لحد 3 اكس ب 150. 150 جنيه. تسلم ايدك حلو قوي. تايجر كده. ايه الشياكه دي؟ ولا هنقول 170 ولا 180؟ 105 بس. دي ب 105 العبايه التايجر القطيفه تطريز 105. والله تحفه. بصوا الشغل العالي ده ده ب 105. انا عايز اقول لكم ده كله شغل تطريز حلو قوي قوي. دي عجبتني جدا. دي خامه وسعر تمام. شمواز ده كده عايز اقول لكم الشياكه كلها. يعني انت قعدت شويه وجبت لنا حاجه عاليه. يعني بصوا هو راح شويه وقال لنا بحاجه بجد الشياكه. ايه الجمال ده؟ ده الخمس سويد يا جماعه اللي هي الشموا. دي حاجه خروج مقاسه لحد كام؟ 2 اكس لحد 4 اكس. دي لحد 4 اكس عامله كام دي؟ عامله 175 جنيه. 175 لحد 4 اكس. ايه الشياكه دي؟ ايه الجمال ده؟ عايز اقول لكم تحفه تحفه والشياكه حلوه جدا دي. تسلم ايدك تسلم ايدك. حاجه زي كده ب 110. حاجه زي كده برده ب 110 مقاس لحد كام اهم حاجه؟ ده لحد 3 اكس ب 110 ابليكه زي ما انتم شايفين كده. والخامه نفسها الكوري اللي هي بتلمع فيها لمعه مش القطيفه المطفيه. حلو قوي تسلم ايدك تمام. الشكل برده زي كده. بصوا معانا شكل زي كده. يعني بسم الله. السويد عايز اقول لكم حاجه الشياكه. الخمس سويد دي حاجه تحفه. دي لحد 3 اكس. بصوا ترجع لنا لورا بس سنه. بصوا دي لحد 4 اكس عامله كام؟ عامله 175 جنيه بس. 175 سويد خروج يا جماعه لحد 4 اكس. ثواني بصوا ده التطعيم كمان متطعمه معانا بجلد. شغل عالي قوي. ودي لحد 4 اكس ب 175 سويد متطعم كمان جلد تمام. تسلم ايدك. زي كده لوكس شغل عربي. بصوا اللوكس برضه 120 جنيه. 120 كام اكس دي؟ دي 3 اكس. 3 لحد 3 اكس. بصوا الشياكه دي. ده معاه الحزام بتاع اوريه لكم برضه. بصوا اجي الحزام دي لحد 3 اكس بكام؟ يعني 120 جنيه لحد 3 اكس. تسلم ايدك. واخده ابليكه وكمان هي حفر ليزر حاجه شياكه قوي. تسلم ايدك قوي. ده الحزام بتاعها. تلبسوا حزام بندانة حلو جدا. ده لحد 3 اكس برضه. ميلتون يا جماعه. تسلم ايدك. ده رياضي كمان خروج حلو قوي. دي لحد 3 اكس. طب ترجع لنا سنه لورا. بصوا دي لحد 3 اكس خروج ب 135 ميلتون. شياكه شياكه بجد. ولو انت كمان المقاس كبير عليكي شداد مش محتاجه تروحي تجسمي. حلوه قوي قوي 135. تسلم ايدك. ايه الجمال ده؟ لحد كام اكس؟ دي لحد 3 ب 125. 125 قطيفه يا جماعه. الشغل العالي قوي حلو قوي دي. يعني العروسه هنا هتيجي ما شاء الله وهيعمل لكم خصم كمان. لو عروسه بتجهز وهتاخد شغلها هيتعمل لها خصم كمان غلاف الاسعار اللي احنا بنقول عليها. وفي لينك تليجرام هسيبه لكم اول تعليق. حاجه دي برضه هتبقى ب 110 ل 3 اكس. لحد 3 اكس ب 110. شغل برضه زي كده الخرز اللي انت شايفينه ده. تسلم ايدك تمام. بصوا حاجه زي كده في منها مقاس كبير عامل كام دي برضو؟ دي عامله 105. 105 لحد 3 اكس؟ لحد 3 اكس 105 تمام. معانا برضو تصفيات صيفي. صيف وعروض الصيفي 65 جنيه العبايه الصيفي. العبايه الصيفي دي ب 65 جنيه. 65 جنيه بالوانها واشكالها. بصوا العبايه دي ثبت لنا ياخدوا سكرين. دي هتبقى ب 65 جنيه. 65 جنيه. تسلم ايدك. 65 جنيه اي عبايه صيفي. كل ده كله الالوان. الشياكه دي اي عبايه من اللي بتشوفوها عشان في اسعار ثانيه. دي هتبقى ب 65 جنيه. مقاساتها كلها صغيره ولا في كبير؟ في منها لحد 4 اكس. لحد 4 اكس تمام. 65 جنيه كل الاشكال والالوان. ايه الجمال ده؟ دي بكام؟ 65 جنيه. الشياكه دي ب 65 جنيه؟ انتوا عارفين اللي هي الساعه دي كانت سعرها عامل ازاي؟ 110 و120 تمام ب 60 65 جنيه. كل الوان. بص معانا العبايات ببلاش هترجع لنا سنه يا ورا علي. بصوا الشياكه دي ب 65 جنيه؟ 65 مقاسات موجوده. اكيد مقاسات موجوده يا علي ولا مفيش؟ كل المقاسات موجوده. كلها موجوده 65 جنيه. تسلم ايدك. 65 جنيه. العين دي برضه ب 65 جنيه نازله. بصوا العين دي برضه نازله ب 65. العين دي برضه هتبقى ب 65 جنيه. يا بلاش شغل كرداسه ببلاش بجد. 65 ده الميديم يا جماعه اصغر مقاس. 100 جنيه بس. في حاجات ب 100 يعني. بصوا حاجه زي كده. الاستك وست ب 100 جنيه. تسلم ايدك. دي 4 اكس يا علي. عايز اقول لهم في مقاسات اللي فاتت دي. 95 جنيه بس. دي بكام؟ 95 جنيه. شغل السيرما ب 95 جنيه. تسلم ايدك حلو جدا. 95 عايز اقول لكم في بيجامات
صيفي. اي بيجامه ب 70 جنيه. اي بيجامه صيفي من دول ب 70 جنيه. موديلات كتير. ما شاء الله تبارك الله. تمام. اي بيجامه من دول ب 70 35 جنيه. بادئ. اي قميص؟ اي قميص 35 جنيه. يعني حاجه زي كده ب 35 جنيه؟ ما شاء الله تبارك الله. حلو قوي. اي حاجه. اي حاجه من دول دوكسيات يا علي صح؟ بصوا الشياكه دي ب 35 جنيه. حاجة زي كده 35، عايز أقول لكم موديلات كتير هتطلع لكم بالسوق 35 جنيه أي حاجة من دول 35 ده برضه 35 جنيه. تسلم إيدك في شغل كتير جدا لانجري هنا كل ده 35 بصوا 35 جنيه حاجة زي كده 35 تمام والصيفي أي بجامة 70 والشتوي معانا البقر دي عاملة كام؟ دي عاملة 125 جنيه 125 مقاس واحد ها؟ مقاس واحد تمام في إيه معانا تاني؟ بصوا بقى هنا على البيجامات الشتوي بصوا الشياكة دي عاملة كام؟ ده دي بروب ثلاث قطع دي سبع قطع دي سبع قطع؟ سبع قطع ب 100 وكام؟ بجامة بكام؟ 280 جنيه ب 280 سبع قطع تمام حاجة زي كده 150 جنيه 150 دي ثلاثة 150 جنيه ثلاث قطع تمام 150 جنيه 150 برضه احنا عشان بس ما نطولش يعني هي متبطنه وشين عطيفه بره وجوه دي عطيفه بره وجوه عطيفه بره وجوه مش العطيفه العاديه شوف الخامه كده من جوه بقى عطيفه متبطنه برده دي طبطين جوه وبره عامله كام دي يا علي؟ دي عامله 150 جنيه بس لا امسك لنا البنطلون معاها كده البنطلون بتاعها اهو 150 جنيه بس البنطلون كمان متبطن اهو بصوا البنطلون جوه وبره يا جماعه عطيفه امسك لنا التيشيرت مع البنطلون كده يا علي بصوا الشياكه دي بصوا اهي بيجامه طبطين جوه وبره عامله 150 150 جنيه تمام انا عايز اقول لكم في تشكيله جامده جدا من البيجامات هنا والدفايات والتونيك دي عامله كام دي 155 جنيه 155 والله شكلها تحفه حلو قوي تمام دي الدفايه العاديه ب 65 جنيه لا افتحها لنا دي نشوف مقاسات العاديه صح مقاسات عاديه تمام بصوا امسك لنا التيشيرت طيب وامسك لنا البنطلون بصوا اهي دي هتبقى المقاسات العاديه بكام؟ 65 ب 65 جنيه الدفايه بصوا قد 100 جنيه دي ب 65 65 جنيه تسلم ايدك 65 جنيه بس عندي شغل اللي هو الدويرة شغل على السد هتمشي بجامه وتمشي دفايه امسك لنا طيب البنطلون 65 جنيه بصوا دي برده هتبقى 65 جنيه بالوانها تمام تسلم ايدك سكرينات يا جماعه شغل الفرو والقطيفه عامل كام ده؟ ده ب 100 جنيه ده اللي هو قطع ثلاث قطع اربع قطع اربع قطع مع الطاقيه وال والكاش والفطوير ثلاث قطع يا جماعه تمام حلو قوي البيجامه دي برده عندي البيجامه دي دي هتبقى بكام؟ 140 جنيه ايه التحفه دي؟ ده حلو قوي امسك لنا طب امسك لي دي افرد لنا دي يا علي افردها لنا لا افرد من الكتفين كده دي عامله كام البيجامه دي؟ عامله 140 جنيه 140 جنيه والله العظيم تحفه حلو قوي قوي شغل تطشين جوه وبره دي برده 140 دي موديلات منها احنا حبينا نفتح لكم بس شوفوا الخامه نفس الخامه نفس كل حاجه 160 جنيه 160 ثلاث قطع ثلاث قطع ثلاث قطع 160 بصوا ثلاث قطع ان شاء الله تبارك الله يعني ثلاث قطع بصوا افرد معاه طيب بعد اذنك بنطلون عطيفه كات الداخلي بصوا هوريها لكم عامله كام الثلاث قطع دي قلنا لا افرد علينا دي علي باين عامله كام الثلاث قطع؟ الثلاث قطع عامله كام يا بخت؟ 160 جنيه 160 جنيه ثلاث قطع بولر فقطيفه تسلم ايدك انا تعبتك يا علي الفيديو طول معانا معلش موجود كمان رواد كاشات والزبون القناه وتشرفونا في اي وقت الله يخليك اسعار جمله لزبون الجمله اسعار خاصه لزبون الجمله تمام عامله كام دي؟ ده عامله 120 120 في برضه اطفال 120 برضه تمام والاطفال عامله كام؟ الاطفال 105 اي بجامه اي بجامه اطفال 105 تمام من سن كام لكام؟ من سن سنتين لحد 10 سنين لحد 10 تمام لحد 12 سنه لحد 12 سنه تمام انا عشان بس وقت الفيديو ما يطولش عايز اقول لكم انا ما جبتلكوش 10% من الموديلات الموجوده هنا في المكان كتيره والزبون اللي بياخد جمله اسعار خاصه لزبون الجمله ياخد ست حتت 12 حته من اول نص دسه سته سعر خاص ولو واحده جايه تشكل سته برضه يتعمل لها سعر خاص عروسه برضه بتشكل وهتاخد جمله يتحسب لها سعر جمله برضه تمام والشحن من اول قطعه الشحن من اول قطعه شغالين الحد ولا قافلين؟ الشحن من اول قطعه شغالين الحد ان شاء الله الحد شغالين برضه يا جماعه شغالين طول ايام الاسبوع العنوان هينزل لكم متصور حالا وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه ولينك التليجرام هتلاقوه موجود في اول تعليق مثبت بصوا ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده كميه موديلات كتير يمكن انا ما جبتلكوش كل ده عشان وقت الفيديو بس العنوان هينزل لكم متصور حالا وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه ما تنسوش اللايك والشير واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله هنيجي بقى العنوان احنا واقفين فين قدام ممر الجوهري وقدام جمبري العتبه في شارع الجيش ده جمبري العتبه برضه عملت لكم زوم على اليافطه بتاعته وازاي نوصل بقى احنا على شارع الجيش اصلا وعند جمبري العتبه
بصوا احنا واقفين كده في شارع الجيش، على اول شارع الجيش ده كوبري الازهر، ممكن تركبوا مترو من اي مكان تنزلوا محطه مترو العتبه وتسالوا على اول شارع الجيش هتبقوا تحت كوبري الازهر، ولو جايين اي مواصله برضه هتنزلوا العتبه تركبوا ميكروباص للعتبه وتقولوا عايزين ننزل على اول شارع الجيش هتنزلوا برضه عند كوبري الازهر ده، هتفضلوا ماشيين ومكملين وتسالوا على ممر الجوهري او جمبري العتبه، زي ما انتم شايفين ده جمبري العتبه اللي انا عملت لكم عليه زوم، المكتب موجود هنا في المكان ده، ولو جايين كمان من اتجاه محطه مترو باب الشعريه اللي بعمل لكم عليه زوم ده مكان محطه مترو باب الشعريه، شايفين العماره البيضاء اللي في الاخر دي هناك كده مترو باب الشعريه، هتفضلوا ماشيين وتعدوا ملت سيبس كمان وتسالوا على جمبري العتبه مشهور جدا في شارع الجيش اللي انتم شايفينه ده، المكتب يعتبر في وش جمبري العتبه، وهوديكم كمان لحد المكتب ده جمبري العتبه اللي هنمشي لحد عنده، هنعدي الطريق كده زي ما انتم شايفين وهندخل هنا من جنب جمبري العتبه وسنتر صباح الخير برده موجود هنا هوريه لكم برده معانا، بصوا ده جمبري العتبه وده صباح الخير يا مصر برده عملنا منه جولات قبل كده كتير شغله كله لوكسيات، ده صباح الخير يا مصر وده جمبري العتبه، احنا هندخل يمين على طول من جنب جمبري العتبه هتلاقوا مكتب حلال اللي احنا عملنا منه الجوله النهارده، بصوا دي شركه الهنا برده بتاعت عبايات سمره، وعلى اليمين هنا ده المكتب اللي عملنا منه الجوله النهارده، ما تنسوش اللايك واشوفكم على خير.